في الزمن ده اللي احنا عايشين فيه ده محتاجين حد والنبي يقول لنا الكذاب من الصادق عشان ما نضيعش وقت ونتوجع. هو ده اللي هنعرفه في حلقة النهاردة. شوفوا الحلقة معانا. برحب بأجمل ناس في الدنيا كالعادة، جديد عرفنا بنفسه، اللي ما اشتركش يشترك عشان نفضل متواصلين مع بعض. موعدنا كل ليلة الساعة 8، خلاص عملنا تصويت، اخترتوا الساعة 8، الساعة 8 مساء توقيت القاهرة. إن شاء الله كل ليلة ما عدا الجمعة طبعا بننزل في التوقيت ده عشان ما تتوهوش كتير. إزاي تكتشف هجس البدايات، كذب البدايات، تصنع البدايات؟ خلينا نتفق ان اكتر فترة فيها هجس هي البدايات. يعني تلاقيه زبالة متنيل بستين نيلة، عفوا في اللفظ، وعامل فيها الملاك الطاهر وهو بيتعرف على بنت. يعني تلاقي عبر الدنيا كلها والتصنع والكذب. طيب خد العلامات دي، او انت خدها الكلام للطرفين، اضرب في الخلاط. لو انت في بداية العلاقة او قبل الجواز تحديدا لقيت نصها على الأقل موجود، اخلع، اسمع مني واخلع. أول حاجة لو لقيت إن كل حاجة تمام، يعني الشخص اللي أنت مرتبط بيه ده عامل لك البحر طحينة، وخاصة دي يقع فيها البنات قوي، ده الدنيا تمام، ده أنا هكتب لك، هفسحك، هلففك، ده أنا كل حاجة تمام، مفيش في الدنيا حاجة إطلاقا كلها بتبقى تمام كده، دي بقى راجل كذاب على طول او شخصية كذابة، يبقى دي اول علامة. تاني حاجة الوعود بتتأجل، يعني بكلمة ونص او بربع كلمة. خلي بالك يعني من النقطة دي، او خلي بالك انت كأنثى تحديدا من النقطة دي، الوعود بتتأجل. تالت علامة الظروف بتكتر، يعني في حجج كتير في الموضوع. انت ما اتصلتش ليه؟ كنت مشغول. انت ما عملتش الحاجة ليه؟ اه نسيت. انت بتغيب ليه؟ ده انا كنت مسافر فرنسا وطالبني في اجتماع هناك عشان يعني مجلس الامن عايزني. اصل يعني ما فاهمين الحجج، اصل الموبايل بتاعي ضرب سوفت ورحت المانيا اعمله، فاهمين؟ اصل انا كنت مربي حمار والحمار يعني تعب فاخدته المانيا اعمل له عملية. حجج حجج فاضية. كملوا معانا، احنا لسه مكملين، لكن رجاء ان الحلقة دي يا جماعة تنقذ بنات كتير اوي، اقسم بالله بالالاف، فرجاء، وشباب برضو بس البنات اكتر. رجاء كالعادة لازم اقول، لان في ناس بتنسى، ندوس لايك ونشير، بس هنساهم ان توصل لاصدقائنا اللي بيبعتوا لي وبيزعلوا ان انا ما بردش. العلامة الرابعة يختفي ويرجع، يغيب ويرجع، دايركت من العلامات. يعني مفيش حجة، يعني مفيش سبب مقنع 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 للغياب إنما بيغيب، والموضوع بيتكرر، يبقى دي علامة. يعني العلامة اللي بعد كده مش دايركت، بحس إن الموضوع فيه تناقض، كلامك فيه تناقض، أو كلامك مش راكب مع أفعالك، او افعالك مش راكبه مع كلامك. فاهمين؟ فاهمين انا عايز اقول ايه؟ انت بتقول وبتعمل عكس اللي بتقوله، انت بتعمل وبتقول عكس اللي بتعمل، فاهمين؟ انت بتقول عكس اللي بتعمله، في تناقض ما بين الفعل والكلام، او ما بين الكلام وبعضه، او ما بين الافعال وبعضها. وصلت؟ طيب العلامة اللي بعد كده قلتها كتير بس الكلام يجيب بعضه، الاستغلال المادي او الجسدي. لو هي أنثى يعني غالبا هي مش عايزة من شكل أمك غير الفلوس، ده لو بتلعب بيك. خلينا منطقيين، يعني هتستغل جسديا فيك إيه بس؟ فهي لو أنثى ممكن بقى يعني هاتلي شحلي الكلام اللي انتوا عارفينه ده، والموضوع بيتكرر. من العلامات، وما تاخدليش علامة أو اتنين وتبني عليهم، احنا معانا 8 علامات، أقل حاجة 4 من دول، 4 فأكتر، يبقى ما شاء الله عليك يعني. انما انت لو رجل دايركت معروف انت هتعوز منها ايه، ده لو انت بتلعب يعني وتلح في الموضوع ده. العلامة اللي بعد كده المثالية في المدح، عمري ما شفت في جمالك، عمري ما شفت في رقتك، عمري ما شفت في طريقة رسمة عيونك، عمري ما شفت انثى بنوتة ست
بالجمال ده هجاص هجاص من العلامات. في اوف انت اوفر، خف يا اوفر بدل ما تعصب عليك الانثى، خف. لو انت بتعمل كده مع انثى اسد مع ان هي بتحب المدح، انما انثى الاسد لما بتتعصب بتعمل ايه؟ عشان انا واخد وعد مش هقول، قولوا بقى انتوا في التعليقات، قولوا انثى الاسد لما بتتعصب بتعمل ايه؟ بس انا ما قلتش حاجة. تمام، بس انتوا اللي هتقولوا. فتفهمك الانثى الذكية فتديك بالايه اللي بتدي بيه انثى الاسد ده لو انت اوفر يا صاحبي، بتحب المدح بس تأفور قوي بالطريقة الاستفزازية دي، اللي في النصيب هتاخده، اللي في النصيب بكعب بقى بوردة انت ونصيبك، يعني ما قلتش حاجة. طيب العلامة الأخيرة بقى، ودي بيعملها البنات اللي بتلعب بقلوب وعقول الرجال، ادعاء المسكنة. تلاقي البنت كده الظروف والدنيا جاية عليا والجوابات، عشان انت تتعاطف معاها وتكيش، تمام، وتحاسب على المشاريب، والمعنى مجازا يعني عشان نفهم اللي انا عايز اقوله كده. الموضوع واضح، مش عايز اقسم ان اللي هيتخدع بعد الحلقة دي بقى هو اللي حابب كده. شيروا يا جماعة، دوسوا لايك، اللايك هيخليها توصل لكل اصدقائنا، وهدفنا النصيحة وعدم الاستغلال. الليلة على صفحتنا التانية اسأل محمد وعيلته عندنا لايف الساعة 10:30، هسيب لكم رابط الصفحة دي في التعليقات ده لو انت على الفيسبوك يعني، ولو انت على اليوتيوب خش على وصف الفيديو او برضو اول تعليق، انضموا واحضروا معانا لايف الساعة 10:30 بتوقيت القاهرة، اسأل محمد وعيلته على الفيسبوك، هندردش ونجاوب اسئلتكم ونتكلم في موضوع مهم هنبقى نعلن عنه، وهتوحشوني جدا اقسم بالله. والى اللقاء.